ذكرى 43 ليوم الأرض، حبينا أن نرسل رسالة للعالم كله أنه حقنا في العودة لن يضيع، وأننا سنبقى مطالبين ونطالب تطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحقنا في العودة والتعويض عما أصابنا من ضرر خلال وطيلة السنوات الماضية. جينا كمان لنقول لحكام العرب أنه إحنا شبابنا، شبابنا الغزي، ما بدنا نخليهم باريس لهذا الاحتلال. إحنا جئنا جميعا من نساء وأطفال وشباب لحتى إنه نوجه رسالتنا للعالم العربي أجمع إنه إحنا ما زلنا باقون على تراب فلسطين الغالي، ومستحيل يهدأ لنا بال طول ما هذا الاحتلال باقي. ربي يفرج عليهم ويشكر الحق يا رب العالمين. والله اليوم فرح بكنتي، سيبته وإجيت، هذا واجب علي وطني، أقف هذه الوقفة مع أبنائي وأحفادي وأولادي وكله في على هذه الأرض المقدسة، واجب علينا وطني. هذه الجارة الصحية يقوم اليوم في منطقة أبو صفية لتقديم الخدمات الطبية، والطاقم الطبي موجود هنا بكامل جهوزيته حتى يقوم بإسعاف الناس وتقديم الخدمات لمن يحتاج هذه الخدمة. ونحن اليوم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، نشارك بمسيرات العودة ونقوم أيضا بمشاركة دعم نفسي ودعم طبي من الدرجة الأولى. حق العودة مش تسليم. الله